هاد النوع ديال الفواكه البحر فيه بزاف ديال الفيتامينات، كيخدم لي كواط، كاين خدم لي كواط، فيه ماده الزنك، يعني فيه بزاف ديال لي فيتامين ولي بروتين، وفهمتي يعني خدام الناس بزاف، لا الصغار لا الكبار بجوج. دابا حنا كنتقداو مدينه الوالديه، لان كاين جوج مناطق في المغرب اللي فيهم هاد الفرويدمير، هو الداخله والوالديه هما اللي معروفين بهاد الفرويدمير. يعني الثمن مناسب، نفس الثمن تقريبا، ما كاينش شي فرق كبير بينه وبين الوالديه، يعني الثمن واحد ما كاينش فرق. لا من الدار البيضاء، من مراكش، من اي بلاصه. دابا كنخدموا مع السياحه الداخليه بزاف، واحسن حاجه هي السياحه الداخليه. الاخبار فات الشهور غيكون زوينه مزيانه، اللهم لك الحمد. وكنجيبو لهم لي زويته حتى قربوا حتى لعندهم، كنجيبو لهم بوزلو، كنجيبو لهم ريكوتو، كنجيبو لهم لي كلامس، كنجيبو لهم ديك البريبالورد. باغي نديرو جمعيه، وانا باقي ما درناش، باغي ندير يتفقوا الدراري ونديرو جمعيه، وكونوا الدراري منظمين، وكون عندهم مشكله وسكاكات زوينين هنا، وما بقاش معرضين للبرد، معرضين للشتا والشمس، ولا نكونوا في الظل، وهذه محميه هي في الظل. والله ما الحمد، كنقول لك اللهم لك الحمد. هذا الحفاق اللهم كون يمشي ما طيدو يسعى، ولا ما طيدو لشي واحد يسرق، ولا هذه الحفاق شريفه في عوزي، كيقول لك اللي تصبرت الله يجعل البركه. كنجيبوها من فرنسا، كيجيبوها بحال العدس الصغيره، وكيربيوها في البحيره ديال الوالديه، كيربيوها كيديروها في خلاشي، وعاود كيديروها في الصنادق، وعاود كيربيوها كيقابلها عام ونص عاد تعطي الانتاج ديالها. عاد تعطي الانتاج عاد كيديروها، كيديروا ثلاثة بوحدها، وجوج بوحدها، وواحد بوحدو، وزيرو بوحدو، ودوبل زيرو بوحدو، من كديرها كتولي تعرض للسوق. كنا خدامين الحمد لله في قبل من رمضان، ولا جا رمضان كيكون الناس مع صايمين، والناس شوية الحركة كتكون شوية عيانة. الحمد لله مرة رمضان كتم غادي تحسن بشوي بشوي. كاين الناس ديال كازا، كاين الناس، المهم حتى الجديدة كاينين الناس اللي كيفهموا في هذا اللي في رويدمير، الناس كاينين. كنجيو كل نهار ورزقوا، حنا ما كنفرقوا ما بين هذا. كيجيو الناس، كيجيو الناس العشاقه يقلبوا عليها حتى لهنايا الحمد لله. هذيك على حساب كاين اللي كتجي قاصحه شويه، كتهرس ذاك الجهد ديال الحامض، كتزيدوا شويه تهرس لي ذاك الجهد باش كيدوز. كاين اللي ما كيقدرش يدوزها فيه. هذا هو الشيء اللي كنقول لهم مرحبا بكم، حنا كان هذا اللي في رويدمير عيد عليكم في الوالديه، قربنا عليكم هنا المنطقة ديال الجديدة، منطقة راه سياحية زوينة اللي فروي، يعني راه داك الشيء موفر، داك الشيء كاع اللي ديال اللي فروي دمير. وكنقول لهم مرحبا بكم، الثمن مناسب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.